الله وبركاته، مساكم ربي بالخيرات والمسرات والبركات. الله أسأل بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقني وإياكم القبول ورفقة الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم أسعدهم سعادة لا يشقون بعدها أبدا. أولا أعتذر أيها الأحبة عن اللقاء البارح، طبعا صار فيلم البارح الله أعلم به، يعني مؤلم جدا، الكذب والغش والخداع. ما ودي أصدع راسكم اللي حصل لي البارح، لكن تخيلوا يعني حوالي 3 ساعات وعدموا لي السيارة وصار فيها كذب في الأخير يبون أسامحهم. قلت والله ما أسامحكم، أنا ودي أعطيهم درس، طبعا درس حتى يحسوا بمس بخطورة الكذب واستغلال الناس والغش والتدليس. وساعتها إن شاء الله بيكون لي معهم لقاء، لكن ما ودي أصدعكم بهذا الموضوع. نبغى نبدأ في موضوعنا الذي أعلننا عنه أيها الأحبة، وهو اللقاء المفتوح. اللقاء المفتوح حول قضايا الرقية والسحر والعين وما يلحق بها أيضا من قضايا المس والكهانة والعرافة والعلاج بالطاقة وغيرها من أسئلة كثيرة مرت علي وطرحت من كثير منكم أحبتي وبناتي وإخواني وأخواتي. لو أجبت على كل سؤال نحتاج والله إلى ساعات، يمكن 10 ساعات، لكن احتراما لوقتكم أنتم حتى الإنسان لا يمل، بنجزئ اللقاء المفتوح لعدة لقاءات. اليوم بيكون العصر، اللقاء القادم بيكون بعد التراويح. وليش قلنا العصر؟ لأن صراحة الأغلبية يكونوا مختاروا العصرية، وأيضا حتى أرض الأطراف الأخرى يكون اللقاء اللي بعد إن شاء الله بعد يوم 2 بيحدد إن شاء الله يكون بعد التراويح. سامحوني أنا بأجتهد إني أجيبكم بشكل مختصر، لكن لي طلب وأتمنى لكم إنكم يعني تلبون هذا الطلب، أن هذه المقاطع تنشرونها حتى الناس ينتفعوا في تأصيل هذه القضايا الهامة جدا التي كلنا نحتاجها. السؤال الأول الذي نبدأ به وهو: ما هو علاج العين؟ سبحان ربي العظيم، هذا السؤال أشغل أذهان كثير من الناس. ما هو علاج العين؟ نبدأ به. علاج العين أيها الأحبة هو بأمرين رئيسيين وأمر تبع، أمر ثالث تبع، أمرين رئيسيين وأمر ثالث تبع، يتبع يعني يتبع الرئيسيين الأول والثاني. نبدأ بالأول وهو الأهم وهو الأسرع، وهو أن يؤخذ غسلا من العائن، والعائن هو الذي صدرت منه العين للمعين أو المعيون الذي أصيب، يؤخذ منه غسلا. والغسل كما قال العلماء هو الماء الذي يعود من أعضاء العائن حين التوضؤ للمعيون. يؤتى بإناء، بشوي بعلمكم الطريقة، يؤتى بإناء فيتوضأ، الماء الذي يعود من أعضاء العين يعود في نفس الإناء، يسمى هذا الغسل، يسمى الغسل. وهو الذي ورد في الحديث إصابة سهل بن حنيف الصحابي المشهور، أذكر عن الحديث. حديث سهل بن حنيف المشهور في باب العين هو أنه كانوا مع الرسول عليه السلام، الصحابة خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة من الغزوات، فمروا في منطقة مكان اسمه الخرار، كان في نهر هناك، فنزلوا يشربون ويعبون قربهم ويغتسلون، فكان من أولئك الصحابة سهل بن حنيف، فنزع ملابسه، إلا طبعا ملابس الأول طبعا، ونزل يغتسل في ذلك النهر وذلك الماء. رآه صحابي آخر هو عامر بن ربيعة، فرأى شيئا مميزا في سهل. كان سهل كما ورد في الحديث حسن الجلد، صافي لون جلده، أبيض صافي. فنظر عامر قال: ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأ، يقول ما قد شفت مثل جلد وهالحسن، كانه جلد امرأة لم تخرج للشمس ولا العوام للتغير والبيئة. يقول ما رأيت كاليوم ولا جلد مخبأ. فسقط سهل في الماء، فانطلق الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، قالوا: يا رسول الله، هل لك في سهل؟ في رواية: أدرك سهلا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هل تتهمون أحدا أو اتهموا له أحدا أو اتهموا أحدا؟ قالوا: عامرة. هنا فائدة، لماذا قالوا عامرة؟ لأنهم كانوا في نفس المكان، سهل يغتسل وعامر هناك، فسمعوا ماذا قال عامر، سمعوا عامر ماذا قال: ما رأيتك اليوم ولا جلد مخبأ. ثم فرأوا فورا سقوط سهل، يعني ربطوا بين إصابة سهل وبين ما قال عامر. وهذا ينبهنا على مسألة مهمة جدا، ألا نتهم الناس إلا بأدلة وبراهين وقرائن. فقالوا عامر، فالرسول صلى الله عليه وسلم غضب على عامر وقال غضب على عامر وقال له: علام يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت؟ اغتسل له. هذا حديث عجيب فيه فوائد عظيمة، اسمعوها.
الفوائد بقولها باختصار وسريع. أول فائدة كما قلنا لا نتهم الناس إلا بأدلة وقرائن وبراهين، وقلنا ذلك عندما ربط الصحابة بين إصابة سهل وما قال عامر، هذا النقطة الأولى الفائدة الأولى. ثم حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال علام يقتل أحدكم أخاه، يقتل أي أن العين قاتلة، هذه مسألة خطيرة يا إخوان، ترى العين قاتلة. في رواية حديث آخر العين تدخل رجل القبر وتدخل الجمل القدر، لذلك تنبهوا المسألة ما هي بسهلة، لا تتسبب في أنك قد تكون سبب بوفاة إنسان بعين وإن كنت لا تتقصدها طبعا. إذن هذا يدل على خطورة العين ومدى ضررها، وهي قد تصل إلى القتل. علامة يقتل أحدكم أخاه، ألا بركت، هنا فائدة ثانية أيضا أو الثالثة، وهي أن التبريك طرق الوقاية. التبريك طبعا للفائدة، الوقاية تنقسم إلى قسمين، وقاية من العائن للمعيون ووقاية من المعيون لنفسه. أقول الآن الوقاية الأولى وهي وقاية من العائن للمعيون، وهي كما بين نص حديث المصطفى عليه السلام بالتبريك، والتبريك أن تدعو له بالبركة، وهذا ويؤكد هذا المعنى حديث آخر روى الطبراني صحيح الألباني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا قال إذا رأى أحدكم من نفسه أو ماله أو ولده أو أخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة. فإن الآن حق، وهذا الأصح والأقرب، لأن بعض الناس يقول تبارك الله أو يكبر الله أكبر، قالوا التبريك، لا التبريك ليس أن تقول تبارك الله، تبارك الله لا تقال إلا لله، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك الذي بيد الملك، فتبارك الله تقال لله عز وجل، ما تقال عند الوقاية من العين. الذي ورد هو التبريك ألا بركت، أي أنك تدعو له بالبركة كما شرح ذلك المعنى الحديث الآخر فليدعو بالبركة. بعض أهل العلم قال لو قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني ذكروا أنها أيضا من الطرق من العبارات التي تقال للوقاية، وقاية للمعيوم من العائن، أخذ بقوله تعالى ولو لدخل جنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا هذا اجتهاد بعض العلماء، لكن لم يرد فيه حديث عن المصطفى السلام. وبعض العلماء قالوا أن أيضا هذه أيضا تقال لمال الشخص بذاته، لا تقال لمال أخيه، إذا رأيت شخصا تدعو له بالبركة، لكن إذا أنت بتشوف شيء يعجب لك لنفسك فتقول هذا ولولا دخلت جنتك وليس جنة أخيك أو نعمة على أخيك. فهذا قال به بعض أهل العلم، لكن اللي ثبت في السنة هو الأصح والأقرب هو الدعاء بالبركة، لأن هذا الذي أمرنا به الرسول عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الحديث أيضا توجيه للعائنين بشكل أخص، أو لمن يرى شيء يعجبه أن دائما يكون التبريك على لسانه. الرسول قال ألا بركت، وهذا الأمر، فأنت عود نفسك، خاصة الذي عرف من نفسه أنه قد يصيب بالعين يعود نفسه دائما الدعاء بالبركة، الدعاء بركة، اللهم بارك فيه، اللهم بارك له، اللهم بارك عليه، هذا صيغة التبريك. وهنا أيضا ملحظ مهم جدا أن الإنسان قد يصيب نفسه بالعين، يصيب ولده، يصيب ماله. رسول فقال بحديث ذكرنا قبل قليل الذي رواه الطبراني قال الرسول عليه السلام من رأى منكم من نفسه، يعني من نفسك أو أخيه أو ماله أو ولده ما يعجبه فليدعو بالبركة. فإن العين حق. أيضا من الفوائد أن العين مرتبطة بالنعم، النعم التي يتميز بالإنسان يكون محط الإنظار، لا محط الأنظار قد يصاب. والعين هي استحسان واستعظام وإعجاب كما قال ابن القيم بنعم يتميز بها المعيون. نصل أحبتي إلى القسم الثاني من أسباب الوقاية، وهي وقاية من المعيون لنفسه، على رأسها التحصينات العامة، أذكار خروج من البيت ودخول البيت، خروج الخلاء ودخول الخلاء، الطعام، المبيت، نزول المنزل، ركوب الدابة، كل هذه التحصينات العامة من أسباب الوقاية. وهناك التحصينات الخاصة، من ذلك ما ورد في سورة الفلق والناس ما رواه الصحابي أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ من الجان، في رواية يتعوذ من عين الجان وعين الإنسان، فلما نزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما. ثم يأتي أيضا بعض التحصينات التي ورد فيها النص بالعين، مثل أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهام من كل عين لامة، التي ورد فيها لفظ العين والحسد، دي هذه أيضا تعتبر من التحصينات الخاصة. بعض أهل العلم أدخل بعض الأسباب الوقائية التي من المعيون لنفسه، قالوا أنه يحسن إلى الناس، خاصة الذين يتشوفون لتلك النعم بيده، إن كان بإمكان أن يتصدق يتبرع، قالوا حتى يكسر تطلع نفوسهم. فمن استطاع أن يتصدق
بماله أو بطعامه في حضرة عائنين الناس تحتاجه إن استطاع. فهذا قالوا من أسباب الوقاية لأنه كسر لتطلع الأنفس. من أهل العلم أيضا قال من بعض أهل العلم قال أيضا من طرق الوقاية من المعيول لنفسه قال أن يحاول أن يخفي نعمه في حضرة المحتاجين، وهذا يعني يحتاج إلى نوع من التوازن. لأن بعضهم قال طيب وأين قول الله عز وجل وأما بنعمة ربك فحدث؟ فقال بعض العلماء أنه يظهرها بالطريقة التي لا تكسر القلوب، خاصة في حضرة المحتاجين والتي نفوسهم تتطلع. وأخذوا أيضا بقول عثمان بن عفان لما رأى غلامه في وجه نقرة، رأى رضيعا في وجه النقرة في ذقنه أو في خده، يسمونه الغمازات من علامات الجمال، يا هذه اللي النقرة اللي في الذقن أو التي في الخد كما قلنا من علامة الجمال. فقال عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه: سودوا نونته، في رواية دسموا نونته، يعني حاولوا تخفون النقرة دي، خشي عليه أن يصاب بالعين، خشي عليه أن يصاب بالعين. فأنا أقول إن نحتاج إلى التوازن في هذه المسألة حتى لا نفتح أيضا باب الوسوسة واتهام الناس بلا طائل. نتوازن مثلا، والله إن خشينا وغلب على ظننا وجود العائن هنا، فنحاول قدر المستطاع أن نخفي تلك النعم كما قلنا درءا للإصابة، وأيضا حتى لا نكسر، لا نفتح على أنفسنا باب تطلع تلك الأنفس. وزي ما قلت لك تحتاج إلى توازن، ينظر للسامع والأنف والأصلح بلا وسوسة في هذا الجانب. هذا بشكل مختصر أيها الأحبة بعض أسباب التحصينات من المعيون لنفسه. نكمل أحبتي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام قال: علام يقتل أحدكم أخاه على برك اغتسل له. اغتسل أيها الأحبة هو العلاج الأول والأسرع للعين. نورد احنا ذكرنا في بداية الكلام أنه العلاج ينقسم إلى قسمين، وأمر ثالث تبع، فهذا القسم الأول وهو الأسرع. وقد ورد في قصة سهلة بن حنيف أنها عامرا اغتسل وتوضأ كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، والطريقة أن يأتي الإنسان بإناء فيتوضأ وضوءه الصلاة، هذه رواية البخاري، بحيث أن الماء يعود في نفس الإناء، يعني يتمضمض يعود الماء في نفس الإناء، يغسل يده اليمنى، يده اليسرى، القدم اليمنى، القدم اليسرى، بحيث أن الماء الذي يتساقط من أعضائه يعود في نفس الإناء، لأن هذا هو الذي سوف يصب على المعيون أو يغتسل به المعيون. هناك طريقة أخرى وردت أيضا في السنة لأخذ الغسل، لكن فيها نوع من التوسع، وهو أن يتمضمض ويعود في نفس الإناء، يغسل وجهه ويعود في نفس الإناء، ثم يدخل يده ويغسلها، ثم يده اليسرى فيغسلها، ثم ركبته، ثم اليسرى، ثم اليمنى، عفوا اليمنى، ثم اليسرى، ثم قدمه اليمنى، ثم اليسرى، ثم يدخل داخلة إزاري في نفس الإناء. وقالوا داخلة الإزار هو الجنب اللي يلي حقه الأيمن، وداخلة جوة الثوب باطن الثوب من الجهة اليمنى، يغمس أيضا في الإناء الذي هو الغسل اللي يؤخذ ويجمع ثم داخل الإزار. هذا قالوا الطريقة الثانية، وفيها تفصيل يسمونها رواية الزهري اللي فيها التفصيل. لكن لو أخذ بالطريقة الأولى وهي الوضوء يكفي، كما قال سامحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، قال لو توضأ وضوءه للصلاة يكفي. فالإنسان يأخذ بالطريقة الأيسر له إن تيسر، وإن استطاع يأخذ ذلك ما هي مشكلة، لكن يأخذ بالأيسر. ثم يؤخذ ذلك الغسل فيصب على المعيون، بعضهم قال يصب عليه من خلفه، وبعضهم قال أنه حتى الإناء لا يوضع في الأرض. كل هذا البحث ما وجدت يعني نص فيها، لكن يصب عليه أو يغتسل به المعيون بإذن رب العالمين يبرأ، كما حصل لسهل بن حنيفة لما أخذ الغسل من عامر صب على سهل فقام يمشي ليس به بأس كما في الحديث. هذا هو العلاج الأسرع للعين. طب ما عرفنا العائن، هناك عندنا البديل وهو الرقية الشرعية، للذي الحديث رواه أمنا عائشة تقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يأمر أن يسترقى من العين، في رواية كان يأمرني أن أسترقي من العين. أيضا الرسول كما روى ذلك البخاري عندما رأى جارية في وجهها سفعة أو سفعة، وهي منطقة في الوجه لونها يخالف باقي الوجه، منطقة حمراء هنا في الخد مثلا ولا في الجبهة وباقي الوجه أبيض، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام استرقوا لها فإن بها النظرة. قال الشرح نظرة أي عين من الجن أو قد تكون عين من الإنس. بعض الناس يقول طيب صعب أني أطلب الإنسان يتوضأ لي، خاصة بعض الناس عندهم مشكلة في مفهوم العين، يظن أن العين هي الحسد وأن العين أنه محاسد وخبيث، وهذا خطأ. العين غير الحاسد، العين
هو ذلك الرجل الصالح الذي خرج من العين بلا قصد كصحابي أو منك لنفسك. أما الحاسد لا، العين الحاسدة تخرج من رجل خبيث طبع. فبعض الناس عندهم مفهوم واحد، عين يعني حاسد، وهذا خطأ طبعا. فقد يصل الإنسان في مسألة في قطع أرحام لما يطلب منهم أن يعطوني، ولا قطع علاقات دي، فماذا نفعل؟ قال العلماء إن صعب هذا الأمر على الإنسان أن يأخذ غسلا فيأخذ من آثاره، زي الشيخ بن عثيمين يقول لو أخذ الطاقية فيها من عرق الرجل أو فنيلة له أو شيء من ملابسه فيه لم تغسل، يعني فيها لا زال عرقه ورائحته، فغسلت فاغتسل بها المعيون لعله ينفع برب العالمين. بعض العلماء قالوا لو أخذ مثلا نوى التمر الذي أكله العائن أو مناديل مسح فيها العائن يده بعد الطعام مثلا، أو ملعقة أكل فيها، أو فناجين قهوة فيها، أو بيالات شاي، الشاهد أنه شيء لمسه أتى يده فيه وجاء عرق فيه، قال أخذت هذه فغسلت فاغتسل بها المعيون لعله ينفع برب العالمين. طبعا هذا إذا استطاع أن يأخذ، ولا كما قلنا البديل هو العلاج الثاني وهي الرقية الشرعية، تقدم الأدلة عليها، ويقرأ الفاتحة، يقرأ آية الكرسي، آخر البقرة، ويركز على الفلق والنحس، لأنه ورد فيها النص أنها من أفضل ما يرقى على المعيون وتحصن بها. أيضا الأذكار المعروفة، أعوذ كلمة التامة من كل شيطان وهامة من كل عين لامة، بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس وعين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك، تقرأ على المعيون أو تقرأ على ماء فيشرب المعيون أو يغتسل به، كل هذا ينفع، كل هذا ينفع بإذن رب العالمين. أختم الجانب المسائل هذا أيها الأحبة بمسألة تلاحظ في قصور الأفراح، صار شيء شبه متعارف عليه، لا بود يجمع ذاك للغسال الناس. أنا أقول هذا فيه باب فتح باب الوسوسة فعلا، خاصة أن العقل الباطن عندنا يتأثر، يعني بعض الناس تلقاه خاصة العرسان تلقى ذاك الليل في تعب وشد وكذا وفرحة، فيصير بعض التغير ليلة الدخلة على قولتهم، فيظن هذا بسبب العين، لذاك الناس تعارفوا أنه يجمع الغسل وقارورته معاه يأخذها في السيارة يغتسل باحتياطا، ولا إذا جاء شيء إذا ما استطاع أنه على قولتهم يقوم بالمطلوب قال خلاص العين قد ميت عنده. هذا في توسع وهذا يفتح باب الوسوسة، لا تبحث عن هذا إلا إن رأيت شيء يضرك فعلا. والنقطة الأخيرة يا أخي، مدام إنك رايح وإنت متحصن وعندك حسن الظن بالله والثقة به في رب العالمين، لا يضرك شيء برب العالمين، تحصن التحصين الشرعي وأبشر، كما قلت تحصن التحصينات الشرعية وخذ بأسباب الوقاية، وعلى رأسي الثقة بالله عز وجل وحسن الظن به إنه الحفيظ، بإذن الله ما يضرك شيء. وإن تحصلت بعض التغيرات انظر لجوانب أخرى، جوانب الإرهاق، جوانب التعب، جوانب متعددة جدا. والله قصص كثيرة مرت علي، يظن بعض منهم أنه أصيب بسحر أو عين، وفي الأخير يتضح القضية كله جانب نفسي. والله ما أنسى حالة 4 سنوات ونص وهو لم يدخل على زوجه، طبعا زوجي يعني زوجته، ثم وجوني بعد 4 سنوات ونص الله كتب لهم أن يتم المطلوب، وكانت والله المشكلة كان هو وهم زرع في عقولهما ليلة الدخلة أن والله صككم بين 4 سنوات ونص والله، لكن الحمد لله الله كتب لنا أجرهما وتم المطلوب. راح الوقت كله في سؤال واحد يعني، لكن أنا هذا طبعي أبنائي وبناتي أخواني أخواتي، أحب أن تكون معلومة مكتملة، يعني سؤال لكن جر فوائد كثيرة، علاج لكن دخلنا في علاج بأنواعها وطرق الوقاية بعلاج، وذكرنا أمور كثيرة مهمة جدا، لذلك طال السؤال. قبل أختم تذكرت الآن أنه السؤال العلاج الثاني التبع، وهو أن بعض الناس قد يصاب بالعين، فالعينها تسبب له إما علة عضوية أو نفسية، فنقول هذا العلاج التبع هو أنك ما يمنع أنك مع أخذك للغسل أو لاتخاذك للرقية الشرعية علاجا أن تجمع معهما العلاج المناسب لتلك الحالة النفسية أو العضوية التي سببتها العين، هذا الأفضل والأكمل في حقي. ويتأكد هذا الأمر متى؟ عندما تأخذ سبب الغسل أو الرقية وتجد لا زال علتك موجودة النفسية أو العضوية، هنا لابد ويتأكد في حقك أنك مع أخذ الغسل تأخذ العلاج المناسب كما قلت لعلتك النفسية أو علتك العضوية، أو إذا أنك أخذت ترقي
ووجدت والله لا زال باقي بعض الأثر النفسي أو العضوي، لابد أيضا تأخذ بالعلاج العضوي والعلاج النفسي، هذا الأكمل الذي أحيانا قد يتوجب عليك. حاولت قد مستطع زي ما قلت أني أختصر، لكن مسائل مهمة جدا ما تترك، وأتوقع إن شاء الله في هذا اللقاء أن والله كثير من مسائل العين أعطينا حقها، ونختم هذا اللقاء. الأسئلة الثانية إن شاء الله اللقاء القادم نختار أيضا سؤال جميل نعطي حقه من هذا البسط. أسأل مولاي عز وجل أن يحفظني ويحفظه، وسامحوني والله ما أجبت على كثير من أسئلتكم، مسكت خط في هذا المسألة، وفي كثير من أسئلتكم ترى التي وردت فيه إجابة، فيها كثير من الأسئلة في العين وسبحان الله أجبنا عليها في هذا البسط، اللي يسأل عن الوقاية وكيف أقول وكيف أغسل وكيف أفعل، طرح هذا طرحنا فيه أجبنا على كثير من الأسئلة التي طرحت. في أسئلة حول السحر وحول الوسواس القهري وغيرها من أمور هلا مسبب المس أو السحر، وأسئلة كثيرة جتني، لكن زي ما قلت أنا الوقت كله راح في إجابة على هذا السؤال. بعد بكرة أو بعد إن شاء الله نتكلم إن شاء الله في اللقاء القادم، اللقاء المفتوح الجزء الثاني، ولعل نتكلم عن سؤال كثير مر علي عفوا وهو الوساوس، هل هي بسبب المس والسحر العين أم لا؟ الوساوس الوساوس العقدية التعبدية، هل هي بسبب المس والسحر والعين أم لا، أم أنها فعلا أمراض نفسية بحتة؟ هذا بيكون بإذن رب العالمين هو أول سؤال نجيب عليه في اللقاء القادم، وإذا في وقت أجبنا على باقي الأسئلة. سامحوني طولت عليكم، لكن أحبكم في الله، ادعوا لي وأنا أدعو لكم.